النجارة الفنية في المغرب هو فن رفيع كيستلهم خصائص الجمالية من الحضارات القديمة. الأشكال الفنية اللي يتم نقشها على واجهات الطاولات والأرائك وغيرها من المنتجات كيتم تطعيمها بتصاميم وزخرفات غاية في الدقة والبراعة. الشيء اللي كيمنحها قيمة فنية كبرى واللي كتميزها عن باقي المصنوعات العادية الأخرى. بالنسبة للنجارة الفنية سبحان الله العظيم هي كموهبة من عند الله سبحانه وتعالى، ميمكنش أي واحد يعطي فيها، ميمكنش، يعني لو كنت ما كتبغيش المهنة ديالك ميمكنش تعطي فيها وميمكنش توصل. وثاني حاجة خصك تكون كتصبر، ملي كتناقى مع ناس واحد كينهراك وواحد وكيفاش وواحد الطريقة اللي كيتعامل معك، ولكن انت دائما كترجع يعني للأصل، كترجع للأصل دائما، كترجع للمهنة ديالك وكتحاول تدفع بها البعيد. فالمعلم في حرفة النجارة الفنية هو فنان تشكيلي بالفطرة، كيمتلك حس فني من خلال إتقانه للأشكال والرموز ذات الدلالات المتجذرة في الثقافة الإسلامية. كما أن عائد حرفي التجارة الفنية كيبقى في المتوسط نظراً لإكراهات المواد الأولية الغالية وشروط العمل اللي مازال ما كتساعدش في دعم فرص هذه الحرفة في الإنتاج والتسويق. كاين اقبال بزاف، ماشي يعني دابا حنا ماشي بزاف عاد بديت كنعدل كنخدم هذه المهنه، واش غادي نقول لك؟ المهم مصاريف وصافي، ما كنربحوا شي شير، ربح لينا المواد الاوليه غاليه بزاف والخدام غالي، وما ما كنربحوا، نقولوا تقريبا ما كنربحوا شي، عايشين وصافي. المغاربه مازالوا حتى الان كيحافظوا على مثل هذه الفنون القديمه وكيتخذوها كديكورات راقيه في بيوتهم، اضافه الى انتشارها في عدد من القصور والفنادق الفخمه والمطاعم والاضرحه. وكيبقى المعلم بوحده هو كلمه السر في تطور وبقاء سحر هذه الحرفه الى يومنا هذا.